على الانتصار اولا، كنشكر اللاعبين اللي قدموا واحد المقابله كبيره، كنشكر الجمهور ديالنا اللي كان يعني خير سنه دينا، فالحمد لله كرسنا الانطلاقه اللي بدينا في المقابله الاخرى اللي كانت في الذهاب. لعبنا اليوم امام فريق كبير، كنا ضاغطين من بدايه المقابله، جا واحد الهدف ديال التعادل اللي نوعا ما اربك الخطوط ديالنا، ولكن بسرعه تراجعنا في المقابله، والحمد لله الانتصار ديال اليوم غيعطينا واحد الدفعه معنويه اللي تخلينا نسيروا البطوله ان شاء الله بواحد الايقاع كبير. كتبقى مقابله عاديه، مقابله ديال ثلاثه نقاط. اليوم يعني لعبنا باش نربحوا، هاد المقابلات كيكونوا مقابله ديال ست نقاط، فالاهم عندنا حنا هو نفوزوا، ما كيهمناش الخصم. فالحمد لله يعني حب الناس والاحترام ديالهم ما يقدرش يعطيه اي واحد، فالحمد لله ان الجمهور ديال الجيش كيعرف القديوي مزيان. كنشكرو كثير على الوفاء ديالو، على الاحترام ديالو ليا، كنتمنى ان شاء الله ان نعطي كل ما عندي باش نرضيهم ان شاء الله. الحمد لله اليوم كانت مقابله صعيبه شويه، والاهم اننا حققنا ثلاثه نقاط. هذا الشيء هذا اللي كيخولنا اننا نمشيو في المسار الصحيح ان شاء الله، نكملوا على الطريق اللي غاديين فيها، وان شاء الله قادم جولات غادي تحكم على الاداء ديالنا، وغادي غادي ناكدوا اننا هاد السنه هذه لاعبين على المراتب الاولى ان شاء الله، والمنافسه على اللقب ان شاء الله في اخر دورات. كنظن ان الفريق في هذه المقابله كنظن هو الروح القتاليه اللي ظهروا بها جميع اللاعبين هي اللي عطاتنا ثلاث نقاط مهمه جدا. وحنا دابا لوبجيكتيف الاول ديالنا هو الثلاث مقاعد الاولى، لان هي اللي كتخول لنا مشاركه افريقيه، والمقابله الجايه كنظن هي اللي غادي تقدر تبدل لنا لوبجيكتيف ان شاء الله. واه سيتي ان بون ماتش، سيتي ان بون ماتش باسكو لادفيرسير اوسي ايتي فيني بور غاني لي 3 بوين، دونك نو اوسي اون ايتي لا بور سا. C'était un bon match, c'était un match engagé du début jusqu'à la fin du match. Finalement, c'est nous qui avons remporté les 3 points. L'équipe adversaire aussi n'a pas démérité. Donc, c'est à nous maintenant de continuer à bien travailler et puis confirmer pour les prochains matchs, Inch'Allah. Ouais, Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, on est bien parti, on est bien parti. Donc, comme je l'ai dit, c'est à nous maintenant de bosser. Il y a l'ambiance dans le groupe, au sein du groupe. Donc, on va continuer sur ce chemin et puis voilà. À la fin de saison, pourquoi pas être mieux placé en haut parmi les trois premiers, Inch'Allah.